طيب ناخذ اتصال الان مع الاستاذ محمد المحميد وهو مخرج هذا العمل. حياك الله استاذ محمد. حياك الله استاذ خالد. يا مرحبا. وحيا الله الجمهور جميعا. الله يحييك استاذ محمد ونورتنا في مسلك. الله يسعدك. طول بعمرك استاذ محمد. اولا تقدم لكم صراحه بالشكر الجزيل على هالانطلاقه الرائعه. امس ما شاء الله مسلسل وهيب في ترند السعودي محلقا و آلاف التغريدات كانت تعلق عن انطلاقة مميزة لهالمسلسل الرائع بأحداثه بتصويره بالشكل الفني وحتى كذلك في المحتوى من خلال السيناريو. شكرا لكم صراحة وأنقول لك شكر الجمهور في بداية هالحلقات الرائعة. كيف شفت انت تفاعل الجمهور مع المسلسل؟ أكيد أنك اطلعت على الهاشتاج. الشكر لكم جميعا طبعا وشكر لكل من اجتهد وعمل في هذا العمل. أنا تابعت تفاعل الجمهور يعني الحمد لله يعني بإذن الله يكون بداية النجاح إن شاء الله. العمل لسه في بداياته. أنت عارف يا خالد أنه صحيح. الحلقة الأولى والحلقة الثانية والثالثة تمهيد إلى تتصاعد الأحداث يعني. صحيح، هي عرضت الأحد حلقة الأولى وأمس الحلقة الثانية وإحنا قبل شوي عرضنا لقطة من الحلقة الثانية وكان فيها تفاعل الجمهور. لكن كان في سؤال كذا شاطح عشان ما انساه، بس هل سالم اخو سعود وحمود؟ لا، سعود جارهم. سعود جارهم. ما له علاقه في حمود وسالم. ممتاز، هذه كذا بس كانت على الهامش لانها كانت موجوده في الهاشتاج. طيب استاذ محمد، ايضا يعني مسلسلات استاذ محمد المحميد معروفه وما تحتاج يعني ان نوصفها اليوم في هالحلقه، لكن ما شاء الله تبارك الله المسلسل هذا لوهيب اكيد انه انت تقول انه في فرق عن المسلسلات السابقه، وش تتوقع الفرق اللي راح يكون في هالمسلسل تحديدا عن المسلسلات السابقه؟ هو الفرق يعني يمكن لاحظ الجمهور الحلقه الثانيه انه احنا حرصنا كثير اننا نعطي الجمهور التفاصيل اليوميه للحياه، يعني انه ما يجي الحدث او يجي المشهد كذا، لا انت تعيش في تفاصيل يعني كيف يقرون كيف يشربون كيف يجلسون. ممكن بعض الجمهور يحس ان هذه لا كذا، فهذا نمط جديد يعني انك انت تعيش معهم. حلو. النمط الثاني برضو الجديد طريقة التصوير، طريقة الإخراج، طريقة الألوان، أداء الممثلين. تم التركيز جدا على أداء الممثلين. حاولنا نصل إلى يعني أعلى نقطة نقدر نصل لها من ناحية تجويد العمل، والتوفيق من الله. الله يوفقكم يا رب. فعلا احنا قاعدين نشوف حتى في الابطال المسلسل يعطيهم العافيه وكل طاقم المسلسل اللي يعني جالس يبدع في هالحلقات. كنت بسالك هل في شخصيات جديده راح تظهر لسه ما ظهرت؟ لا من بعد الحلقه الثانيه، لانه عرضت الحلقه الثانيه امس واليوم الحلقه الثالثه ان شاء الله. اغلب الشخصيات خرجت، لكنه ترى احنا حتى الان ما شفنا شيء من الشخصيات. يعني ما نقدر نحكم. يعني حتى الان في احداث قادمه يعني فعلا قويه راح توضح قوه اداء الممثلين، يعني تشوف يعني تقمصهم للشخصيات يعني. ايضا كان في كلام انه عن متوسط مده الحلقات، تقريبا يعني متوسط مده الحلقه الواحده حتكون في احنا دائما يسموه الحلقه الاولى عباره عن فرش يعني الشخصيات وكذا، فتكون مدتها بالغالب اعلى، والمره دي صارت اعلى. الحلقات الجايه يعني تقريبا نص ساعه كذا في غالب، نص ساعه اقل اكثر كذا. يعني هذه متوسطها. اي تقريبا يعني. طيب ودنا نستغل ونستثمر استاذ محمد وجودك معانا انك تعطينا حصريه كذا وشيء يعني تتوقع انه يصير يعني في الحلقات الجايه. والله هم شوف الان هم الجمهور يعني حابين يعني يمكن دخلوا الشك في جميع شخصيات المسلسل من سبب اخفاء شخصيه ظافر. حلو. ايه قد تكون الشخصيه اللي اخفت ظافر بعيده جدا عن المسلسل، ما ندري ممكن. يعني قد يكون احنا لسه ما شفناها اصلا، يمكن ما نشوفها. ممكن طيب. ولا وقد يكون احد الشخصيات المسلسل، لكن انا بالنسبه لي اقول وانا اشوف يعني التعليقات وكذا يعني اقول جميل يعني ان الكل دخل تحت الشك. الكل. هذا اشوف انا صراحه هو قوه في السيناريو، انه يعني الجميع يدخل فعلا في تحت طائله المساءله كذا او انه يشكون فيهم. جميل. طيب هل في شيء استاذ محمد ايضا تود ان تقوله؟ والله حبيت اولا نشكر قناه المجد يعني على
وقفته معنا ومع طاقم العمل ومساندته بداية من الأستاذ محمد جمال والأستاذ يوسف الهاجري والجميع الكل صراحة الكل بذل يعني ما في وسعه لإخراج هذا العمل بهذا القالب. كذلك أشكر العاملين يعني في طاقم العمل بدون استثناء صراحة، الكل بذل الكل بذل. طبعا توفيق الله عز وجل يعني المتبقي توفيق الله عز وجل لنا، وانت عارف يا خالد انه كثير من الاعمال سبحان قبوله عند الله عز وجل، ما ما ما, ما تقدر تقول هذا والله العمل هذا كذا سبحان الله صحيح، اسال الله القبول يعني. الله يوفقكم يا رب. واحنا يا استاذ محمد خلاص احنا ضمننا لوهيب وتم تصويره وخلصنا وضمننا هالعمل يعني ان شاء الله، احنا عيننا ترى على عمل جديد، على عمل ان شاء الله مختلف ايضا في الايام القادمه. الان بدينا في تجهيز باذن الله للانطلاقه في العمل القادم باذن الله اللي بعد هذا ان شاء الله. خرب وش كنا نسولف احنا يوم جينا القصيم وزرناكم؟ والله لا خليها بعدين خليها. طيب ممتاز، يعني احنا ان شاء الله نطمح الى فكره مسلسل جديده بقيادتك استاذ محمد محميد، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وباذن الله على مواعيد ان شاء الله مختلفه في مسلسلات قادمه باذن الله معك استاذ محمد. شكرا لك. شكرا.